يعني حضراتكم حضرتوا القرعة، يعني آخر 4 5 سنين ما كانتش بالقوة دي. في 5 6 فرق فعلا في البطولة دي أقوية جدا، أغلب الفرق جايبة محترفين طبعا على رأس الأندية، طبعا النادي الأهلي طبعا بطل أفريقيا وبطل العرب، وفي نادي الزمالك ونادي صفاقس والمغرب وإحنا يعني الصيد وسبورتنج. لا البطولة قوية جدا، وغالبا أغلب ماتشاتها هتبقى قوية وصعبة، ونتمنى بإذن الله إن إحنا معانا فريق واعد شاب بنلعب ببنات أعمارهم كلها 18 سنة و16 سنة، يعني إن شاء الله نعمل بطولة كويسة ونشرف نادي الصيد، ونبقى نعمل بطولة إن شاء الله نقدر نشرف مصر بيها كمان بإذن الله. مجلس إدارة نادي الصيد بنشكره جدا، رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة فعلا، وإدارة النشاط الرياضي، هم أخدوا قرار من شهر إن إحنا نشارك في البطولة العربية. من أول ما أخدوا قرار كان ماتشات الدوري شغالة، فكنا بنستعد للبطولة من خلال الدوري واحنا شغالين، وعملنا معسكر مغلق لمده اسبوع اللي فات سنة البطوله، واعتقد يعني البنات بذلوا فيها، يعني بشكرهم جدا على الجهد اللي بذلوه في المعسكر. وصلنا فورمه الحمد لله، فورمه البنات دلوقتي نقدر ان شاء الله نعمل اقصى ما عندنا في الماتشات الجايه في البطوله باذن الله.